بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن قلب المدينة المنورة يثرب طيبة طيبة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المزرعة التي كان يمتلكها الصحابي الجليل المبشر بالجنة عبد الرحمن بن عوف، أنقل إليكم حدث من الأحداث المهمة والضرورية والرئيسية التي تحدث كل موسم في حياة النخل والنخيل والتلقيح وما إلى ذلك. وكما نعلم فإن شجر النخيل يكون فيه ذكر وفيه أنثى. تؤخذ هذه الحبوب، حبوب اللقاح، من الشجر الذكر، وبعد ذلك توضع أو تلقح بها الشجرة الأنثى حتى تنتج لنا ثمور. نلتقي هذا العامل ليشرح بعض الشيء إن استطاع. إيش هذا؟ طالب يا ابني. ها؟ طالب ذكر بي. هذا ذكر؟ أيوه. هذا واحد شيل كم شجر ركب؟ 3-4. هذا 3 بس 4 كذا؟ أيوه. ركب؟ أيوه. روتان. وبعدين إيش سوي؟ بعدين يجي هبة. بعدين يجي حبة تمر، يجي رطب، بعدين يجي حبة تمر، تمر يجي هبة كله. هذا مكان فيه كم شجر موجود؟ كم؟ هنا 400. 400 شجر. ايه فجر. ما شاء الله. هذا يجيب تمر كثير، تمر قليل، ايش نوع تمر يجيب نوع؟ هذا صفاوي جبته كله. ايش؟ صفاوي. صفاوي. صفاوي؟ ايوه. صفاوي. صفاوي هذا صفراوي. عجوة. عجوة. عنبر. عنبر. ايه ربيعة. ربيعة. حلوة. حلوة. ايوه. كله موجود هنا؟ روتان. ايوه كله. انت شغل هذا، انت كيف معلوم هذا شغل؟ كم سنة انت شغل هذا؟ انا زمان في شغل هنا. زمان؟ ايوه. هذا مزرعة؟ ايوه. انت معلوم هذا مزرعة مين ولا ما في معلوم؟ معلوم انا. مزرعة مين؟ من اول في بريك هذا شغل. وثاني اول مين؟ اول انا مسجد ما في كفر. هذا مزرعة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. ايوه. المبشر بالجنة. ايوه. انت معلوم ها؟ ايوه بس زمان انا ما اعرف. اي زمان بس اول هذا اسلام. أيوه. هذا مزرعة زمان، اول اسلام زمان ما في هذا موجود. نعم. طويل نخل كله. كله نخل طويل ها؟ ايوه. نعم كله نخل طويل. هذا نخل طويل جيب تمر كثير ولا جيب تمر شوية؟ كثير كثير يجي. يجي كثير؟ ايه. اوه. وايش كيف هذا السلم؟ انا اشوف كيف انت شغل هذا السلم؟ سلم مركبة. ولأن الشجر بقامة طويلة فهذا العامل يتسلق حتى يصل إلى أعلى الشجرة مستخدما هذا السلم، ويصل هناك حتى يقوم بالتلقيح. هذه مسافة. هذا كم متر؟ 4 متر أو نحو ذلك أو يزيد قليل. فإذا تخيلنا طول الشجرة، هذه الشجرة من هناك ننزل إلى آخر الشجرة هنا. تاني في موجود هنا قبيل زي كده. تاني موجود هناك كم متر؟ ممكن هو 10-20 ممكن هو في هذا زي كده كبير. ايوه ايوه زي كده، هذا كله زي كده. ايوه. انت يركب فوق هناك ما في خوف؟ ما في خوف. ما في خوف. في هبل انا مطير فيه كبير نخل انا اطلع هو. ايوه. خلاص تعال 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 داون. وهكذا ينزل دون ان يخاف من الاماكن العليا ككثير من الناس الذين يصابون بالأكروفوبيا، والأكروفوبيا هي الخوف من الأماكن العالية. هكذا ينزل هذا السلم بطريقة له سهلة، هكذا يرتفع السلم ثم ينخفض وينخفض. جيب داون، جيب داون داون. Good. هذا كم متر سلم هذا؟ هذا 5 متر. 5 والثاني 5-10. أيوة. ايوه. اوكي ايش اسمك انت؟ محمد صفر. محمد؟ محمد صفر. محمد صفر. ما في خوف انت يروح فوق؟ لا ما يخوف. ما في خوف؟ ما في خوف. اوكي ما شاء الله. انا 6 سنة هنا موجود. 6 سنة شغل؟ ايوه على طول هنا. وانت بلد وين؟ انا في باكستان هذا كراتشي.
في كراتشي انت شغل سمسم؟ ايوه. ولا في شغل ثاني؟ في باكستان في نخل ذيك كبير هذا. في نخل كبير في باكستان؟ ايوه. بالسمسم تمر ولا تمر ثاني؟ لا هو هال. سمر ثاني ها؟ ايوه. اوكي. هو احمر في مويت. اوكي. هذا هنا اسود هو. اوكي. شكرا جزيلا. أيوة. شكرا. ايوه. شكرا. بجانب الصعود الى اعلى الشجره بالسلم فهذه طريقه اخرى. لعل هذه الطريقة تحتاج إلى مهارة عالية. يقوم بربط الحبل حول الشجرة ولنتابع لنرى كيف يتسلق. هذه الشجرة لا تقل عن 5 أمتار. فلنرى كيف يتسلق هذا الرجل إلى أعلى الشجرة. أنت روح فوق ها؟ أيوة. أطلع فوق. وهكذا تقريبا إلى الآن صعد حوالي 3 أمتار وهو يذهب إلى أعلى الشجرة بكل سهولة وبكل يسر. هو وصل تقريبا إلى مكان عالي جدا من الشجرة. أنا أتحدث وأقول ذلك وفي ذهني أن الكثيرين لا يستطيعون الصعود إلى هذه المسافة. هذا حبل قوية. ايوه هذا جيت باكستان. هذا ما في موجود هنا؟ لا ما في موجود هنا. هذا ما في كات. لا ايوه. هذا سترونج ها؟ ايوه. اوكي. كويس هو. كويس. بعدين يجي داون ها؟ ثم يعود إلى أسفل الشجرة بكل سهولة ويسر. Oh, that's very good. هذا طريقة صعب ولا سهل؟ هذا طريقة باكستاني. هذا باكستاني أنت سوي كذا. أيوة. وهذا سلم ما في سوي كذا هناك باكستان. لا ما في باكستان سلم. أيوة. في كبير باكستان في نخل. في نخل. كم متر هناك؟ جدا هو ممكن 20 هو. 20 متر فوق؟ أيوة فوق. أوه. ليك هذا شرط هبل. لعله يذكر أن الشجر في باكستان يكون أكثر طولا يصل إلى 20 مترا لذلك يستخدمون هذا الحبل فإنه أكثر أمانا وضمانا حتى لا يقع من أسفل من أعلى الشجرة إلى أسفلها. شكرا جزيلا. وهكذا ومن هذه المزرعة كما ذكرت في أول الفيديو التي كانت ملك الصحابي الجليل المبشر بالجنة عبد الرحمن بن عوف في المدينة المنورة نقلت لكم كيفية التلقيح بشكل أو آخر. أرجو أن أكون قد أجدت لكم التحية والتقدير من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم العافية وأقعدوا عافية. الطيب رحمه قريما.